مع قرب العيد تزيد الروحات على الصالونات ومراكز التجميل. وللأسف يا سلامة الكثير ما ينتبهون لمعايير الصحة والسلامة. تشير الدراسات إلى أن اهتمام الصالونات على أمور النظافة يقل خلال موسم الأعياد والمناسبات بسبب الزحمة غير الاعتيادية. العيد مناسبة حلوة وكلنا يا سلامة حابين نجتمع فيه بدون إصابات، فابتعدوا عن الصبغات الجديدة والحنة السوداء خصوصاً اللي فيها مادة البي بي دي اللي تسبب في إصابات بالجلد وحساسية والتهاب شديد. دائماً جربوا بقعة صغيرة على الجلد قبل إضافة الصبغة، وانتبهوا في حال حدوث تحسس من أي صبغة يفضل تناول حبة الحساسية المضادة للهستامين واستعمال كريم مناسب حسب شدة الحالة. أما عن وصلات الرموش الدائمة فما وصيك يا سلامة، خليك بعيدة عنهم لأنهم يسببون التهابات جلدية أنت في غنى عنها. وابتعدوا عن بروتينات فرد الشعر والكراتين لأن معظمها يحتوي على مادة الفورمالدهايد اللي تسبب الكثير من المشاكل الصحية مثل التهابات الجلد والعيون ومشاكل في التنفس. وما نسيتك يا سعيد، دائما خذ أدوات الحلاقة الخاصة بك وياك وابتعد عن الصالونات اللي ما تراعي تعقيم الأدوات المستخدمة. عيدكم مبارك وعساكم دوم بصحة وسعادة.